أما هلأ يا سالي حننتقل لمحافظة حمص، وبمناسبة عيد الفصح المجيد أحيت الفنانة هلا نقرور أمسية فصحية مرتلة امتدت أكثر من ساعة في كنيسة أم الزنار في حمص القديمة. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا أسامة ديوب. ملأ صدى صوتها العذب آذان وقلوب الحاضرين لتجذب مجموعة من الترانيم لآلام السيد المسيح والأناشيد الكنسية والفيروزيات. حمص وجه رسالة تحية وخلاص لشعبنا السوري بهمة أبطال جيشنا العربي السوري. سوريا عاشت حزن كبير واليوم عم تعيش أفراح قيامة، مثل ما مسيحنا له المجد تألم من كل حزن وصلب على الصليب وتألم بألام خلاصية، اليوم عم يعيش قيامة مباركة بقيامته. ينعاد عليكم وعلى شعبنا وعلى أبطالنا الجيش العربي السوري. تراتيل متنوعة بين بيزنطي وسرياني وعربي، ينعاد عليكم بالخير. الحقيقة بحمص كل سنة عن سنة عم يرجع العيد أحلى، والفعاليات الحمد لله عم ترجع أنشط وأقوى. نتمنى السلام لسوريا وفصح مجيد للجميع، ينعاد عليكم بالخير. كلنا أمل ورجاء كما قام السيد المسيح من بين الأموات منتصبا على الموت بهمة جيشنا وبهمة كل الذين مخلصين الأوفياء للوطن. سينهض هذا الوطن وسيقوم بسواعد أبنائه بحلة جديدة وبثوب جميل، فنسأل الله في قيامته المجيدة أن يعم السلام والاستقرار في كافة ربوعه وفي كل أرجاء العالم، وكل عام وأنتم بخير. سوريا بلد عانى الحرب وما بيستاهل إلا كل الخير. سوريا فيها المرتل، فيها المثقف، فيها المصلي. نحن كشعب منحب دائما أن نكون مع بعضنا إيد بإيد لحتى نتجاوز هاي الامتحان اللي صار معنا، وإن شاء الله اجتزناه بهمة جيشنا. تحية كبيرة لأرواح الجيش العربي السوري ودماؤهم الطاهرة من أم الزنار. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالخير وبالصحة، فصح مجيد وقيامة مجيدة. هذه الأمسية عبارة عن رسالة محبة وسلامة للجيش العربي السوري وجميع أطياف المجتمع في سوريا.